اهلا، مساء الخير حبايب قلبي. اليوم راح اعمل وصفه بالبوف باستري، بس انا اليوم هستخدم ده النوع، فلو انت عندك نوع افضل او احسن من اللي انا قاعده استخدمه عادي تقدري تستخدميه. فقولوا لي ايش الانواع الحلوه جربتوها غير ده، تمام؟ لانه في واحده من المتابعات اخر مره شافتني استخدم نوع من الفطاير ودلتني على ده اللي هو اسمه داري، وصراحه مره 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 لذيذ، عجب البيت كله، احلى من النوع اللي انا كنت دائما استخدمه، تمام؟ مره لذيذ. بس حطيها على النار تقليبتين كده خلاص وهي جاهزه. ف زي ما قلت لكم، اذا في نوع ممتاز جربتيه من البوف باستري كلميني واكتبي لي انه في نوع افضل. بس نستنى الموضوع ده يفك لانها لسه متلجه ونكمل. طيب حبايب قلبي، بعد ما ذابت تماما، شايفين خلاص كده صارت لينه، راح ابدا اعملها. هنا عندي قطعتين من البوف باستري، تمام؟ راح احطهم كده فوق بعض. قبل لا احطهم فوق بعض لازم احط مويه. اخذ من المويه واحط هنا في الطرف. انا عندي هنا طبخه على النار عيني عليها، هنا عيني معاكم. طيب راح اقفلها كويس، مره كويس، تمام؟ نقلبها، نقفلها كمان من هنا، تمام. وعندي هنا جبنه كريميه اللي هي جبنه المربعات، استخدموا اي نوع يناسبكم، تمام. قسمت القطع الواحده تقريبا 4 قطع، ونقفلها، تمام، ونلفها. ان شاء الله تكون واضحة، انا مو متأكدة ان الكاميرا جاية في النص، بس نلفها كده. وبعد ما نلفها كده نمدها كمان حبة بهذه الطريقة، شيء بسيط مو مرة يعني، ونبرمها. نمسكها من هنا ونحط موية لازم عشان تمسك. بعد شوية حنتعب على موضوع ان احنا نقفلها، يعني مو مرة تعب، يعني حاجة بسيطة بس، تمام كده. ومن الجهة الثانية هنجيبها في النص افضل، نقفلها كده، تمام، وخلاص. والله شايفتها كويسة، أنا عاملة واحدة، بس أهم شيء إنه أنا أتأكد إني أنا قفلتها مظبوط عشان لما تروح الفرن ما تتفك، لأنه بالعادة السميت يعني إذا ما قفلتيه من الطرف اللي لميتيه منه كويس ممكن إنه يفك، تمام كده كويس. طيب عندي هنا دبس تمر خففته بموية. إذا ما عندك دبس تمر عادي حطي دبس رمان مع مويه، اهم شيء يكون دبس، يكون حاجه ثقيله كده وفيها سكر، او ممكن كمان تستخدمي شيره، بس لا تكتري شيره عشان لا تكون مره حاليه. هنا عندي دبس الرمان خففته، سوري، دبس التمر خففته بمويه، راح احط فيه حبه البوف باستري اللي انا عملتها. لازم تتغطى مره كويس، واشيلها واحطها على السمسم المحمص اللي هو السمسم الاحمر. ما عندك سمسم احمر عادي حطي سمسم ابيض، ما حيكون نفس اللون بس عادي يجي، او ممكن تحمص السمسم الابيض انت بنفسك في البيت، تمام. هنا شايفين خلاص كده. طيب حبايب قلبي، انا خلصتها تقريبا، هذه القطع كلها هتروح على الفرن حرارته 180-190 درجة الى 200 عادي، تتحمر من تحت بعدين احمرها من فوق. اتوقع انه في قطع حتفك، مو عارفة انا وحظي اليوم، فنقول ان شاء الله لا ما تفك يعني.